انا كان عايش في وسطنا وكان شغال وكان في حافل. ايوه بقى، امال يعني انت ما انتبهتش للموضوع ده؟ والله الموضوع ده جه فجأة على الكل، يعني جه صدمة على الكل. هو مش من وسطنا، يعني رايك كان لسه راجل جديد. هو مش هو مش من هنا اصلا. ما كناش كان شغال وكان عايش بيت، بس الله اعلم بقى اللي حصل. مش تقييمك ليه برضه؟ فجينا بالموضوع، والراجل ده راجل صنايعي بقاله سنتين هنا ساكن ولا ثلاثه، ما نعرفش عنه الا الله. طيب تمام. هو ام واخوه وزوجته واولاده، يعني العيله كلها. ايه اخواته الاثنين موجودين؟ اخواته الاثنين موجودين، طلعوا يشتغلوا برضه، هم عمال. لكن ما كانش في اي مشاكل من العيله دي خالص؟ لا. هو نصيبه، معلش بقى الواحد والله تعبان امبارح.